بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة علم نافع في بارتي أخرى ديال الإلكترو ستاتيك. هذه المرة غندوي على البوتنسيال إلكترو ستاتيك. أشنا هو البوتنسيال إلكترو ستاتيك؟ منين جانا؟ أول حاجة قبل ما ندوي على البوتنسيال إلكترو ستاتيك غندوي على لو ترافاي دين فورس. غادي نشوف واحد ديفينيسيون ديال لو ترافاي دين فورس. اشنا هو لو ترافاي دين فورس؟ لو ترافاي دين فورس اي لينيرجي فورني بار سيت فورس لورسكو سون بوين دابليكاسيون سو دي بلاس. يعني ديك لا فورس ملي نقطة التأثير ديالها كتحرك كدير واحد دي بلاسمون، يعني تماك راه عندي واحد الحاجة اسميتها لو ترافاي اللي كنكالكيليها. عندي لو ترافاي l'objet ici sans la force se déplace ou se déforme. يعني هاد الجسم اللي كتطبق عليه هاد لا فورس سواء كيديبلاسا ولا سواء كيديفورم، يعني كيتشوه. Il est responsable de la variation de l'énergie cinétique du système qui subit cette force. قال لك هاد لو ترافاي هو المسؤول عن ديك لينيرجي سينيتيك، يعني ديك لينيرجي سينيتيك ديك لينيرجي اللي كيتلقاها هذاك الجسم باش يتحرك. بما ان هذه انرجي سينيتيك ديما سينيتيك كتعني الحركه، يعني ان ديك لا فورس هي المسؤول على الحركه ديال هذاك الجسم. سي بار اكزومبل اون هذا دابا اكزومبل هذا هو سي بار اكزومبل اون بوس ان فواتور لو ترافاي de la poussée et l'énergie produite par cette poussée. دابا اش قال لك؟ دابا هاد لو تخاف دابا عندنا واحد السياره مثلا غادي ندفعوها، غندفعو حنا ديك السياره. قال لك لو ترافاي دو لا بوسي، قال لك اشنا هو هاد لو ترافاي؟ ديفينيسيون ديالو هو ديك لينيرجي لي اش كي نقولوا ليها، لينيرجي لي كريا لي كري الانرجي اللي كري هذاك الشخص باش يدفع هذيك الطوموبيل، يعني ديك السياره الانرجي اللي كري. وهاي بار ديفينيسيون لو ترافاي شنو هو دي دبليو اي تيغال اف دي ان. وبما ان دابا ربطوا بالدرس دابا، وبما ان لا فورس الكتروستاتيك هي راها فورس، اذا خصنا ضروري ندوه على واحد لو ترافاي لو ترافاي في الحالة ديال واحد الفورس الكتروستاتيك. يلا دابا غنبداو نتحدثو. دابا أول حاجة لا ديفينيسيون اش تقول لك؟ سي دون ان روبار كارتيزيان لي فيكتور اف اي دي ال اون ريسبكتيفمون بور كوردوني اف اكس، هادو ها لي كوردوني ديال اش؟ ديال لا فورس اف. هادو لي كوردوني ديال فيكتور ديبلاسمون دي ال، ها هي ها دي اكس دي ايغريك دي زد. كنديرو هنا برودوي سكالير اكس اكس اف اكس دي اكس زد اف ايغريك دي ايغريك زد اف زد دي زد. دابا غندون هضرو دابا على لا شارج. سيبوزون كين شارج سو ديبلاس دون اون ريجيون دو ليسباس او غاني ان شون الكتريك او اي ديكريف ان تراجي لامنون d'un point A à un point B. D'abord, عندنا واحد لو شون إلكتريك. بما أن هذاك شون إلكتريك يعني كاين عندنا واحد لا فورس ديما شون إلكتريك، راه كاين فورس إلكتروستاتيك. قال لك دابا إلا كانت هنا عندنا واحد لا شارج اللي كديبلاصا لي واحد حطينا واحد لا شارج في هاد لو شون الكتريك، وديك لا شارج كديبلاصا من واحد البوان ا حتى لواحد البوان بي. ا شاك بوزيسيون ام ال سي بي ان فورس اف ايتيغال كي فوا او. يعني ملي كتكون كتحرك هذيك لا شارج في داك لو تراجي من ا حتى لبي، راه بين ا و بي دوك المواضيع اللي مرات منهم كاملين، راه كل موضوع كتطبق على ديك لا شارج واحد لا فورس، وديك لا فورس هي هادي.
هي اللي معطيه انا بالعلاقه اف ايتيغال كي فوا او، بحيث هاد كي راه هي لا شارج اللي كتعرض ليك لا فورس. Et pendant tout déplacement élémentaire DL, la force F fournit un travail. بما أنها فورس راه كتفورني لنا واحد لو طرافاي. بحال ديك السيارة، ديك السيارة، داك السيد ملي دفع لينا حنا، ديك السيارة أش دار؟ راه أبليكا واحد الفورس. يعني كريا واحد لينيرجي، هو كريا واحد لينيرجي. وديك لينيرجي هي اللي كنسميوها هنا بهاد لو طرافاي اللي معطينا بهاد العلاقة. دي دبليو ايت ايغال اف فوا دي ال. دابا كنعوضوا هاد اف هاد لا فورس الكتروستاتيك باش بكي فوا او، بما ان كنتحدثوا على فورس الكتروستاتيك دونك غيولي عندنا لو طرافاي اليمونتير على هاد الشكل. دي دبليو ايت ايغال كي او سكالير دي ال. يلاه زيد معايا دابا. Sur tout le trajet, la charge aura reçu une quantité d'énergie de la part des champs électriques est égal à quoi. دابا القانون اش تيقول لك؟ حتى حاجه ما كتضيع، داكشي اللي داكشي بالنسبه للانرجي. دابا لا كونسيرفاسيون دو لينيرجي، الانحفاظ ديال الطاقه، اشنو هو؟ دابا داك الشخص ملي دفع هو السياره كريا واحد لينيرجي، هذيك لينيرجي ليه كريا راه شدات هذيك السياره على شكل انرجي سينيتيك باش هي تحركات، شدات هذيك يعني ما كتضيع حتى حاجه. يعني هاد لينيرجي ها هي اش قال لك؟ لا شارج او روسي ان كونتيتي دينيرجي. يعني قال لك ديك هاد لا شارج بحال لا شارج عندنا هي ديك الطوموبيل، بحال لا هي شدات واحد لينيرجي، وديك لينيرجي هي هادي، هي نفس هذاك لو طرافاي. هي دبليو ايت ايغال بما ان حتى حاجه ما كتضيع، لينيرجي ما كتضيعش، يعني ان دبليو ايت ايغال لانتيغال دو ا بي دي دبليو كيمشي. كنعوضو هنايا دي دبليو في ليكسبريسيون ديالو اف دي ال ايت ايغال كي او دي ال، كي كونستانت غتخرج من الانتيغرال وغادي تعطينا كي لو طرافاي دبليو ايت ايغال كي لانتيغرال دو ا بي ديال اش ديال او دي ال. شوف واش قالوا لنا دابا، لا كونتيتي هادي لانتيغرال من ا تال بي او دي ال اي تابولي لا سيركيلاسيون دو او سير لو تراجي ا بي. دابا ديفينينا بحال واحد الحاجه جديده اللي سميناها لا سيركيلاسيون دي شون او. لا سيركيلاسيون دي شون او هي هادي بار ديفينيسيون هي الانتيغرال من ا تال بي او دي ال. واحد الحاجه جديده هاي غادي نشوفوها. لاحظ معايا هنا هادشي هو اللي كنا كنقولوا قبيله. عندك ديك لا شارج غديبلاصا من ا حتى لبي، في اي موضع هنا كتمر منه ديك لا شارج راهم ابليكي على واحد لا فورس الكتروستاتيك. ديما فاش كندويو على لو شون الكتروستاتيك راه كاينه لا فورس الكتروستاتيك. مثلا في هذا الموضع ام راهم ابليكي على هاد لا شارج ملي وصلت لهنا راهم ابليكي عليها واحد لا فورس الكتروستاتيك هنا اللي هي اف. والدي ال راه هو داك الديبلاسمون. زيد معايا هاي دابا سيركيلاسيون دي شون او كريي بار اون شارج انيك. كالكيلون لا سيركيلاسيون دي شون الكتريك او كريي بار اون شارج بونكتييل كي بلاسي اون ان بوان او. دابا يعني دابا بانه عندنا واحد لا شارج كي هي كاينه في واحد الموضع، كاينه في واحد الموضع هنا، كاينه في واحد الموضع او هنايا. ها هاد لا شارج كي كتكري لنا واحد لو شون الكتريك. دابا حنا اش غنديرو؟ غنكالكيليو لا سيركيلاسيون ديال هاد لو شون الكتريك. وعندنا اش كيساوي العلاقه ديال لو شون الكتريك كريي بار هاد لا شارج كي اش كتساوي؟ هو ان سيكتور بي ايبسيلون زيرو كي سير ار كاري، بحيث هاد ار شنو هي؟ هي لا ديستونس بين هاد لا شارج وهاد الموضع هنا. يعني هاد ار عامة بحال ار تقدر تكون من هنا حتى لهاد البوان ا، ومن هنا حتى لهنا، ولا من هنا حتى لهنا. يعني ار هي هادي هاي عامة، ولا تقدر تكون كي من عند كي تال الموضع بي بحيث كنسميوها ار بي. المهم